مرحبا بكم، نورتونا في قبلي، في قبلي وقبلي القديمة تحديدا. نقدم نفسي، سعاد الشايب، شاعرة وصاحبة الفضاء الثقافي البرتال. الفضاء هذايا معناها بعثته منذ 3 سنوات، حبيت نحقق فيه حلمة شاعر، أني يكون فضاء يعني وجهة ثقافية وسياحية وثقافية بالأساس، أني نستقطب فيه يعني المثقفين وكل من له نفس إبداعي، وأيضا لتسليط الضوء على مدينة معناها ما نحبوهاش تضيع، معناها حتى من الذاكرة. هو المكان هذا الوحيد المرمم معناها، ولكن على الأقل نشدوا في فك القشة، قشة الغريق، وإن شاء الله القشة هذية تكون هذية معناتها بادرة، ما نكونش وحدي، إن شاء الله تكون فاتحة خير، معناها أنه ينزلوا على المنوال هذية، معناتها تكون تترمم على الأقل الديار هذية، إن شاء الله تكونوا زرتوا البلاد الداخل. هي شواهد، ما هي شواهد عمرانية فقط، هي شواهد روحية وعاطفية وثقافية واجتماعية، كانت تحمل ما تحمل من أرواح ناس وأفكار وعادات وتقاليد وعلاقات وبرشة محبة. أمام المقهى فما هدية مباشرة اسمها الرحبة. الرحبة هي أصلا حتى لفظها الرحبة، على الرحب والسعة. الرحبة كانت سوق فيه كل شيء، معناها هذاك قلب المدينة النابض، يباع فيه كل شيء، القمح والشعير والأقمشة وكل شيء، الناس الكل تتصب يعني، واللحم والكل، حتى في العيد كانت الأضاحي تذبح معناها في المكان هذايا، ومن بعد تتقسم على مستحقيها. ومعناها سميت المقهى البرتال لأن بجانبنا مباشرة وراء الجدار هذايا الكلوار اللي يسمى في الشمال الصبات البرتال، كانوا جدودنا قبل يقعدوا فيه، معناها فما مقاعد حجرية، وهي تو على هيئتها الأولى كما كانت بالضبط. معناها البرتال كان يقعدوا فيه الأهالي والناس يعني الشيوخ والكل، يعني رجال القبيلة بين قوسين، رجال المدينة، معناتها كانت تطرق فيه المواضيع الكل، كل المواضيع، من التجارة، من العلاقات الاجتماعية، من الخطوبة للزواج للحرب للحب للتجارة لكل شيء. حبيت نثمن الاسم والكونسيبت متاع المكان، حبيت نحوله هنا، معناها يا ناس ايجوا هاو ذي عندكم تقدموا فيه، معناها تنجموا تعملوا كل شيء. اخيرا كونت نادي اسمه نادي فكرة، احنا نحكوا هكا مجموعة من الصديقات، قلنا نعملوا فكرة، قلت النادي سموه فكرة، أفلا يتفكرون، حتى ربي سبحانه معناه الفكر هو أساس كل شيء، هو نأسوا به ونبنوا به، وبناء الإنسان ما يكون كان بالفكر، ولاقى استحسان وصدى معناه المدة هذه، وعنا فيه برامج إن شاء الله، من بين برامج رحلات إلى مدن تونسية أخرى اللي تحمل طابع تاريخي، حتى تكون ماهيش مثمنة من طرف السلطة بين قوسين. مرحبا بك في القاهرة، وين إن شاء الله قريت فيه الشعر واللي معناها زرتها أكثر من مرة، وتحية إلى كل شبر في القيروان الحبيبة، إلى رحابها، إلى سيدي ومولاي عقبة بن نافع، وكل الشعراء هناك، وكل من يحملوا نفس فني وفكري وادبي. تحيه لكم. خير ما يقال من الشعر في هذا الفضاء الثقافي اكيد مش يكون على لسانك وعلى عباراتك. قلبي عليك ما ناءت الاحمال، وما لم تحتمل خيل على وهم تخب، قلبي على غيمة الصحراء أن لها من آهة الراعي، ومن نار على برد الرماد تهب، قلبي عليك، قلبي على قلبي، نهرا على نهر يصب. عندك شعار على الحياة تعجبتك، كلمة الحياة كلها في صلب الحياة، هذه الشاعر في صلب الحياة يكتب في صلب الحياة،
معناها الشعر معناتها هو بالعكس هو خلاق التفاصيل اللي ما تخطر على بال حد في صلب الحياة. الشعر شو تطمح وتحلم انه الفضاء اللي يصبح كقطب كجاذب؟ حلمي اللي قاعده نسير في 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 طريق ان شاء الله ربي يوفقنا جميعا. الساعه هو الفضاء مش متاعي تاع الناس كل فقط من الا سبب ماذا بيه يكون مزار فعلا يكون في انشطه ثقافيه وحتى تعليميه من الناشئ والاطفال. وان شاء الله قريبا مش نعمل ركن للطفل الكتاب والعاب وباش ندخل الشطرنج ان شاء الله قريبا جدا في الايام القادمه. وماذا بيا تثمين وماذا بيا معناتها راهو الانسان اللي ما عندوش ماضي الدعم زاد ايضا والله الدعم ان شاء الله ان شاء الله نقولوا ان شاء الله معناها وزاره الثقافه تلتفت للمبدعين اللي قاعدين ينحتوا في الصخر من اجل ثقافه بديله ومن اجل مشهد ثقافي معناها مميز ومختلف.